قتيل و13 جريحا هي حصيلة هجوم تفجيري تبنته حركة طالبان ونفذه انتحاري على طريق قريبة من مطار العاصمة الأفغانية كابول، حيث استهدف الهجوم بواسطة سيارة مفخخة على ما يبدو موكبا للحلف الأطلسي. وقد وقع الهجوم غداة الإعلان عن مبادرة تهدف إلى استئناف محادثات السلام بين حركة طالبان وسلطات كابول في مطلع الشهر المقبل. ويقول أحد الجرحى: كنت واقفا قرب دكاني عندما سمعت فجأة دوي انفجار هائل، وأصبح المكان مظلما من حولي، وأصابتني شظايا معدنية إذ كنت على بعد حوالي 3 أمتار من الانفجار. رأيت مراهقا ملقا على الأرض قتيلا، وكان الأمر فظيعا. وكانت محادثات السلام بين السلطات الأفغانية وحركة طالبان علقت بين الجانبين منذ الصيف الماضي.